هوا الوديان ذكرني بهواك وهوا الوديان قلبي الولها. صوت لبناني حاكى بمواويله جبال لبنان وسهول سوريا ليكون أحد أبرز رواد الأغنية اللبنانية ومدرسة في الغناء والتلحين. هوا لبنان ذكرني بهواكم هوا لبنان قلبي الولهان. انطلاقته الفنية الأولى كانت في عام 1938 حيث احتل المرتبة الأولى لحناً وغناءً من بين 40 فناناً شاباً في إذاعة لبنان. بدأ الفنان وديع الصافي مسيرته الفنية بشق طريق الأغنية اللبنانية التي كانت ترسم ملامحها مع بعض المحاولات الخجولة، حيث ساهم في نهضتها ككلمة ولحن راسخ، وذلك بالتعاون مع عدد من الموسيقيين في أواخر الخمسينيات، وكان أبرزهم فيليمون وهبي والأخوين الرحباني زكي ناصيف وغيرهم من الأسماء البارزة في مجال الأغنية اللبنانية. على الردعو لهجتنا والفرح تضمر دارنا البسمة والفرح. استطاع عبر مسيرته الفنية أن يغني المكتبة الفنية العربية وأن يترك له صدى على أهم المسارح العربية ومنصات المهرجانات، فكان أهمها مهرجان جبيل عام 1960 ومهرجانات بيت الدين عام 1970 و1974 ومهرجانات بعلبك. يا دار قوليلي يا دار 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 يا دار يا دار يا دار قوليلي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين يا دار. خسر العالم العربي عملاق الغناء الجبلي الملحن والمطرب وديع الصافي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، ليكون 11 من تشرين الأول من عام 2013 تاريخا خلد اسمه كأيقونة لبنانية بالأغنية الجبلية.